أخذها قبل هذه ابتداء هذه الحلقة بنصف ساعة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي. السلام عليكم. اوه سيد عبد الله، كيف حالك؟ شيخ الله يسلمك. هذا امام مجد، قال هذا ضابط في الجيش وهذا مقاول. كيف حالك اليوم؟ كنت في المؤتمر السمح انت المقارحه اليوم. كيف حالك؟ تفضل. الحقيقه نحن هل الجماعه اللي غنوا في ويزرمروا في الاذاعات ويقولوا حققنا عمليه نوعيه وحققنا كذا وحققنا كأن الدوله الليبيه سايبهم في اش امن، وسمعنا الاخبار اللي حول شخصيتك الحقيقه انك انت قتلت، وامس اكدوا من مصحه النفط انك انت خلاص. قالت كيف الكوميديا السوداء والله العظيم. فشنو توجه للشباب؟ هذا راجل ملتحي، وهذا راجل امام مسجد، وهذا ضابط في الجيش تحت قصف حلف الناتو، والصليبيين يقصفون ويقتلون في الاطفال ويشوفوا فيهم لهم 4 شهور. شنو توجه هالناس؟ وهل تنصحهم؟ وهل في الخارج؟ وهل يقولوا نقاتلوا في الارهاب ونكافحوا في الارهاب ونكافحوا في القاعده؟ وهذا كلهم شكلهم من القاعده او من الليبيه المقاتله، واحده منهم ما فيش. والاسلام، هل الاسلام يدعو فعلا الى انسان تحت؟ هل شافوا اطفال الخويلدي، شافوا ابن القائد، شافوا السيدات، شافوا الحوامل يقتل، وما زالوا تحت هذه المظله يريدون او يخططون كما كذا ولم ينفذوا؟ فشنو الكلمه اللي توجهها، النصيحه لاخوتنا انت ديما؟ اول حاجه الموت والحياه عند الله سبحانه وتعالى، وقل الذي صبنا الا ما كتب الله لنا، وهذه دعاياتك رخيصة وسهلة. وإذا كان حصلت عملية أنا ما وقعش علي أي اعتذار بصراحة. إذا كان حصلت عملية في مكان آخر يمكن يكون، لكن أنا كنت مجتمع أنا وزملائي، وفعلا كملنا اجتماعنا وطلعنا وما فيش حاجة. شفت البغدادي لا ما فيش حاجة، قصدي ولم يقع علي أي عدوان ولا اعتداء ولا حاجة. إذا كان حصلت حاجة أنا ما والإعلان وهالكذا، لا ما عنديش. هرب لتونس و... لكن لكن اللي مستغربة هو أن هؤلاء شيوخ، شوف دحيهم وشوف فيهم اللي خطيب جامع وفيهم اللي خطيب جامع. لا جامع ايش؟ مسجد عبد الرحمن بن عوف. وفيه الأخ. أنا عسكري ضابط في الجيش. الأخ خالد البصير مقاول. اللي نائب نستغرب أن هذين يدعوا الإسلام ومسلمين، وشفت الحياة اللي إمام جامع واللي لحيته عند الوضاء، وهم يقاتلوا تحت راية الصليب. يعني هذا وين الإسلام؟ منهم براءة، الإسلام منهم براءة، وهذا يعني نفاق، ويكذبوا على أنفسهم ويضللوا في الناس الآخرين. ونستغرب في الغرب الصليبي كيف يعني يدعم في هؤلاء الإرهابيين ويعني هذه القصة. احنا قالوا لنا أن هناك تحالف دولي ضد الارهاب، واحنا اشتغلنا كنا من اجل القضاء على الارهاب وكنا جادين فيه، واذا به التحالفات تغيرت. الغرب بما فيه امريكا وفرنسا وبريطانيا اللي كان امس يحاربوا في القاعده ويحاربوا في التطرف الاسلامي، هم اليوم بيدعموا هذا التطرف. وهذا كل المحللين قالوا هذا الكلام في امريكا وفرنسا وبريطانيا. فأنا باعتباري مطلع على هذا، مطلع في هذا الشان، اني استغرب انه في ان التحالفات تبدلت. وهذه قصه اخرى. ما دام ان الغرب يتحالف مع القاعده ويتحالف مع التطرف الاسلامي ويقاتلوا مع بعضهم في خندق واحد، وهؤلاء يعطوا في الاحداثيات للناتو عشان يضرب اخوانهم في ليبيا، وهم اصبحوا الان حسيو زيت القاعده والناتو ضد الليبيين الامنين اللي وفرضوا عليهم هذه المعركه. فاحنا برضو علينا نفكر في تغيير تحالفاتنا.
هذوم كانوا يخطوا لي شيء معين للاخوه. يعني اذا كان الغرب بيتحالف مع هؤلاء المتطرفين فيمكن احنا اقرب لبعضنا. هل كانوا يخطوا لشيء؟ احنا ممكن هذه نفس الليبيين وعرب ومسلمين، والقاعده موجوده في الجزائر وموجوده في الساحل والصحراء وقريبه منا، وهو الحمد لله اليوم بفضل الناتو وجدت في ليبيا، يعني وهم يتكلموا لغتنا واحنا نتكلم لغتهم، ممكن احنا نتفاهم مع بعضنا. نعم، هل كانوا يخطوا مع بعضنا؟ على الغرب ان يفهم ان احنا ممكن نغير تحالفاتنا مع اهلنا وهذه اقرب لينا، واحنا ممكن نتحالفوا مع بعضنا وان وليكن ما يكون. خلاص، هل كانوا الاخوه هذوم يخطوا لشيء معين ولا؟ والله هم يعني خططوا ويخططوا ودارين برنامج كبير في طرابلس، ولكن الامن موجود والشعب الليبي صاحي وواعي، وطرابلس خرج فيها 1,750,000، يعني قادرة على أنها تحمي نفسها ودوس بأقدامها أقدام الجماهير على كل واحد يحاول يتطاول عليها. والله فأنا مستغرب حقيقة، مش في هاديهم مسلمين يأموا في الناس ويصلوا وراهم ولحياهم هاي تكركر اللي عند البطاء، وهم يقاتلوا تحت راية الصليب. ونستغرب برضو مرة ثانية في الصليبيين نصارى اللي دايرين روحهم يكافحوا في الإرهاب وهم ضد القاعدة، كيف يتحالفوا مع الإرهاب وكيف يتحالف مع القاعدة وكيف يقتلوا الليبيين. هذا هو هذا ما حبيت. هل ممكن ناخذ كلمة من أخوة؟ بلحيهم بدقونهم اشتركوا في مؤامرة على اعتقد لتخطيط لقتل اخوة لهم ليبيين، ولكن عين الله حفظتهم وقبض عليهم قبل ان ينفذوا. فانا بنشوفهم ونتكلم معهم. اخي الكريم، من اسمك؟ عبد الروف مصباح بن صابر. شنو عملك يا اخي ابو عبد الروف؟ انا مدرس قرآن كريم وخطيب في مسجد. نعم، يعني انسان اسلامي تعرف الله ورسوله والسنة. نعم. وكذا، شنو دورك في هلا اين انت من اللي تكلمنا عليه؟ انا واحد من اللي خططوا في الموضوع، هو المؤامرة. كان في اجتماع لمسؤولين وكنا نبو طرب قوة. نعم، شنو دورك انت؟ شنو كان دورك؟ هل دورك؟ انا دوري منسق بين مجموعة من سوق الجمعة ومجموعة من الشرع الغربي. تحت اي شريعة قررت الاشتراك في هذه المؤامرة؟ والله ما في دليل ديني يعني كان عليه، الا ان قصدي قلنا لو يتم المسؤولين هما ولا كذا، قصدي يتم الموضوع. يخش الناتو اي موضوع اللي يضرب فينا من اعلى السماء، من هم اللي يضربوا فينا؟ الناتو. منين الناتو؟ كفار كلهم. صليبيين. صليبيين، نعم. باهي، والناس اللي تبي تقتلهم هذوما شنو شرحهم؟ هذو مسلمين. باهي، وين سلموا للنيتو؟ يعني يتم المسؤولين يخشوا النيتو تسلموها؟ ما فيش حد، ما فيش الجرذان، ما همش واصلين هنا اللي بيخشوا النيتو. كيف عطاك عقلك وعطاك ربك ودينك وايمانك وانت يصلوا وراك مسلمين، يصلوا وراك مسلمين موحدين؟ هل يعيدوا صلاتهم؟ تقول لهم عيدوا صلاتكم؟ كيف؟ اعطيني رايك بس، اقنعني على الاقل. والله هذا اللي جاي، قصدي اللي كان في عقولنا، ان لو نقوم بتصفيه المسؤولين هما يعني تتم المشكله، وبذلك أي يعني مشكلة؟ قمنا ب اي مشكله نيتو يضرب؟ ما هو مشكله وين؟ بيني وبينك، بين سوق الجمعه بين نيتو. هم بيدخلوا فيها النيتو، هم لا شك يعني يدخلوا فيها النيتو. الذريعه لاحتلال بلدك هذا وقعته. مش مفروض تكون انت على خط القتال تدافع باسم الدين اللي شايله في راسك، وباسم انك انت جاء امام مسجد تكون في مقدمه الصفوف؟ مفروضك. فما حدا بك بذلك. ماشي. اخي كريم. نعم. اسمك؟ الفتوري خليفه غريبي. شنو تشتغل الفتوري؟ انا ضابط في الجيش الليبي. ضابط في الجيش الليبي. ترى ماذا يحدث في الجيش واخوانك اللي استشهدوا كل يوم؟ نعم ارى. وهالاطفال وهالكذا؟ نعم ارى. كيف ترى هالصليبين وهالمؤامره اللي انت اشتركت فيها؟ شنو دورك انت؟ انا طبعا طلبوا مني اني اعدل لهم خطه لتنفيذ المؤامره هذه. عسكري بصفتك؟ عسكري. عسكري. يا سلام، شنو درت بالضبط؟
والله جابوا رفعوني المكان وقالوا لي هذا المكان اللي بننفذ فيه، وعدلنا خطه باش ننفذ العمليه هذه. فحاولت اني رسمت المكان. ايوه رسمنا المكان. وين المفروض تكون انت كضابط في الجيش الليبي الان؟ وين المفروض تكون؟ صح، في الجبهه. في الجبهه ضد من؟ ضد الناتو. شنو الناتو دينه؟ مصريين. باهي انت اكيد لحيتك هذه متدين ان شاء الله. تحت اي شرع انت بتقوم بهذه العمليه؟ معلش الشرع يستنكر هذه العمليه. الشرع باهي ما هو لازم يا فلسفه يا شرع يا شنو شنو شن هي يعني؟ انا 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 فعلا كلي نرعش لاني لا يعني لا كلنا نرعش يعني لان عمل ما يعني مسؤولين هذوما اللي قتلتهم. لا مسؤول مسؤولين يعني. اللي هذوما قتلتهم من اللي حيسيطر على البلاد؟ لو طاح المسؤولين حيسيطر النتو بالتاكيد يعني. اللي هم الحلف الصليبي. الحلف الصليبي صح. شنو جايين يديروا الحلف الصليبي؟ جايين يستعمروا ليبيا كيف؟ شنو ياخذوا شنو يديروا؟ معلش اعطيني عكس. نفط ليبيا وخيرات ليبيا واراضي ليبيا. باهي اخوتك هذوما الليبيين اللي هم تبي تقتلهم المسؤولين، هل عندك امر بكفرهم بخروجهم على الشرع بانهم هم خاينين يقاتلوا في النيتو؟ المسلمين زي بعضنا كيف؟ يقاتلوا في النيتو. في فرق، انت ضابط، انت اقوى من المدني، انت يقاتلوا في النيتو هذوما. تشوف شفت الاطفال؟ شفتهم اطفال مش اكيد كان يوما ما في القوات المسلحه الخويدي الحميد اكيد. او شفت اطفاله اطفال ولده؟ شفت ابن القائد سيف عرب؟ هل هو عسكري؟ لا، مدني في بيته، حافظ القران، قتل في بيتي. كيف كيف كيف؟ معلش كم عمرك؟ معلش اخوي الكريم 48 سنه. 48 سنه يعني عاقل، انسان عاقل. هل هي من اجل المال؟ من اجل ماذا؟ لا والله ماهيش من اجل المال يعني، هاي حاجه ما نعرفش كيف يعني صارت وخلاص. ويعلنوا عليها عمليه نوعيه، وانكم انتم هربتوا من حدود تونس كأن ما فيش دوله وما فيش امن، ولكن عين الامن لا تنام، وليبيا ربي يحفظها ان شاء الله. اخي الكريم، اهلا وسهلا. الكريم خالد محمد البصير. مرحبا يا اخي البصير، اكيد انت رجل متدين. الحمد لله. باهي شنو اعطيني شنو وين تقع من هذه العمليه؟ والله يعني اشتركت فيها. شنو كمنفذ؟ ايه اشتركت. متدرب على السلاح انت؟ لا لا مش متدرب. يعني خططت وتبي تشترك في هذه العمليه؟ ايه صح. نعم. شنو تشتغل انت؟ أنا مقاول. حالتك كويسة وتشتغل في شغل في ليبيا؟ باهي لا كويس. خصك في السنوات الأخيرة؟ لا الحمد لله. درت فلوس ودرت كذا؟ لا كويس الحمد لله. شو اللي داعي فيك أنك أنت تقدم على قتل إخوانك الليبيين سواء مسؤولين سواء غير مسؤولين، وأنت تشوف الليبيين يقتلوا اللي كيفك مفروض في الجبهة متطوع؟ والله غلطة. غلطة وغفلة. هل هذوما حيندروا عليك؟ ولا يندروا عليك الجرذان اللي في بنغازي ولا في أي مكان؟ لا يندروا عليهم. هذيم أولادهم في أوروبا وفي كندا. واولاد الليبيين يدفنوهم في حفر، في البريقه في حفر، وامس في هواري بنتهم صنتهم في الليل، جابوهم في ثلاجات حلويات ودفنوهم. يندروا عليك الان انت؟ ولا يندروا عليك؟ يبي يدروا بك ضجه عالميه. هل دفعوا لكم فلوس؟ لا لا. ما لا شنو؟ هم ما تربطناش بهم اي علاقه. من ذاتك انا كذا يعني البلاد اللي جات ونزل النيتو وماتوا المسؤولين وسقطت ليبيا واحتلوا وخذوا النفط وخذوا كذا، هل النفط لما يسيطروا عليه متطرفين اللي زيكم حيكون مدعم للقاعده والعمل الاسلامي ولا كيف؟ ما كانش فيه نيه سيطرة على النفط لا شيء يعني. نعم هذا في هدف سيطره، هو الهدف معروف. لا لا ما كانش فيه هدف. نعم. بالنسبه لنا احنا ما كانش فيه هدف. نعم. شنو توجه الرساله توجهها لهالناس اللي يديروا فيها الاعمال؟ شنو توجهها؟ ونحن تحت قصف صليبي ظالم، كل يوم يورى فيكم في صور الدماء تسيل والاطفال والستات اللي يجهضن، كيف توجه لهم؟ كيف توجه لهم رساله؟ والله نقول لهم اللي دار حاجه يتقدم ويعتذر عليها، واللي يفكر بدير حاجه يلغاها من توا بدون ما يتقدم لحد ولا يوقف لحد، يعني يلغاها، وكان عنده حاجه يلقاها في بحر ولا في اي مكان ويلغاها. شنو توجه رساله انت لاخوتك؟ والله اللي قاعدين، انا حتى اخوتك ثقيل علي، لكن شنو توجه لهم الناس اللي يقوموا بهالعمليات؟ هذا موقف وعشناه وشفناه يعني فعلا مأساة، وانا انصح كل من هو تعرف مازال في الطريق هذه يرجع ويستقيم ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع لجدة الصواب قبل لا يفوت الاوان يعني. امام المسجد القدوة حافظ كتاب الله؟ حافظ كتاب الله؟ نعم. كيف
حتى الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليا حميم. يا بال خوتك مسلمين مسؤولين وغير مسؤولين، شن توجه للناس اللي قاعدين في الجبل الغربي واللي قاعدين في مصراتة واللي قاعدين في بنغازي وفي البيضة وفي درنة، شن توجه لهم؟ والله أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين جميعا وأن يجمعنا كلنا تحت راية واحدة إن شاء الله. نسأل الله يهدينا جميعا إن شاء الله. عموما يعني خاصة الشباب اللي في طرابلس، والله يسأل الله عز وجل أن يهديهم ويوفقهم ويكون في مبادرات لرد السلاح ووضعه الوقوف صف واحد إن شاء الله ضد أعدائنا. ونسأل الله أن يهدينا جميعا ويوفقنا والله. نعم، تعرف قبل ضرب الصليبيين دولة لكيفك أكرمتهم وطلقتهم وعطتهم وظائف وعطتهم شقق أكثر من اللي ما دروا شيء. لكن الآن مبرك، ما فيش مبرر، فيه صليبيين يضربوا كل ليلة طيران. تعرف البارح كم؟ 46 ضربة في ليبيا، ضربوا المصانع، مصنع البريقة وضربوا مصنع الحليب ومصنع الزيت، كل حاجة، مخازن التموين. ونحن على الأرض نبي نقتل المسؤولين يجاهدوا في سبيل الله لحماية ليبيا. أنت كم عمرك أنت؟ أنا 30 سنة. وين المفروض تكون يا إمام المسجد يا قدوة؟ شنو تطلع تقولهم في الخطبة؟ لما تطلع في الخطبة لو طلقتك بكرة الجمعة الجاية تبي تخطب، شنو تقول للناس خطبة الجمعة القادمة؟ نعطيك الحرية أنك أنت تطلع تخطب الجمعة، شنو تقول لهم؟ وما يحضرني أكثر من الكلام اللي قلته، وأكيد أنا تو في حالة يعني ما شو بنقول فيها. قصدي أسأل الله أن يجمعنا تحت راية واحدة، نسأل الله إن شاء الله أن يحقن دماء المسلمين. عبد الله السنوسي كافر بتقول له؟ لا والله، لا والله ما كفرناش. قرب الكفر؟ لا والله. تاريخ أول ما تلاقي ساعد فيها وكم عزائي ساعد فيه. والله أنا نقول لك يعني كلمة بصراحة، بصراحة أنا شخصيا والله العظيم أول ما تلاقيت بيه قال لي تعرفني أنا مني؟ قلت له لا. وبعدها عرفت الكلام هذا، وأول كلمة قالها ويخي قدام الجميع وقدام الشخصيات المعروفة في البلاد قال أنا كان علي أنا وجايين بتقتلوني أنا عن نفسي مسامحكم. قال أنا اللي تهمني طرابلس. تعرف هالمسؤولين هم كم فتحين بيوت وكم يديروا في الأزمة؟ والله أنا قلت كلمة، معليش سامحني، قلت كلمة وكان جالس فيها الحاج عبد الله منصور وجالس فيها الحاج نصر مبروك بالذات، من غيرهم طبعا كانوا موجودين شخصيات حتى هم مهمة، وقلت لهم كلمة. أنا كلهم لقيتهم، أغلب المسؤولين لقيتهم في نفس اليوم جلست معهم وقلت لهم كلمة، وأرجو أن ما يكونش فيها تطاول، بس هم أعطوني يعني الإذن بالمصارحة. قلت لهم كلمة، والله أنا ما كنت نعرف إنكم أنتم كذا زي تو، وهذه وضعية. وقلت لهم كثير من الشباب مثلي موجودين ما وصلتهمش الفكرة هذه، وقلتها لهم أنا الكلمة هذه. أنا نبيك إمام مجد لمنطقتك والهلمة، نبيك توجه كلمة إسلامية من قلبك، مش من هالموقف اللي انت. والله لو قمنا بهذا الموضوع من منطلق إسلامي ممكن نتكلم من منطلق إسلامي، لكن مش عارف شو بنقول لك يعني باختصار. لما درنا الموضوع هذا شيء هيك عصبية شيء معقولة إمام مجد حافظ القرآن؟ والله أنت تحكي فيها على الواقع اللي صار أو تحكي فيها هذا الواقع اللي صار. كم التاريخ اليوم تعرفه؟ ما أدري اليوم ثلاث، لكن على يوم الثلاثاء. الثلاثاء 26 7 اليوم ثلاثة بيكون 26 7. الساعة كم؟ أنا عندي حلقة بعد ربع ساعة. 12:15 تو في الليل. الساعة 12:15 في الليلة ليلا. كم التاريخ؟ 26 7 يوم الثلاثاء 26 7 الساعة 12:15 ليلا. 12:15 ليلا اليوم 26 7 الثلاثاء 12:15 ليلا. نبي نسألك كم سؤال عام، كيف إذاعة الجرذان عملت تفاصيل كاملة لتخطيطكم للعملية وكذبوا وقالوا خرجتوا مؤمنين إلى تونس والعملية القادمة سيقوم بها شباب مسلم، شباب مسلم اللي يشوفوا ناس بدير كذا تكلموا كان هم طالعين كلهم، كيف معناها في اتصال؟ أنت تقول ما فيش اتصال مع الأخير. والله أنا شخصيا ما عندي اتصال. ما نملي عندك هم البين يعني مش عارف من يحصلوا معلومة كيف بسيطة معلومة وركبوا عليها معلومة مفصلة في مجموعة ممكن بيكونوا من اللي معانا ممكن حد خرج غادي. أنا سمعت إنه طلع يعني بالتليفون كلمني، كانت مكالمة قدام حتى المسؤولين يعني. أنت تعتقد إنه ما كانوش يقبضوا عليكم لما تخطوا لهذا العمل؟ تعتقد الأمن في ليبيا راح؟
تحت قصف الميتم قصفوا الأماكن ولكن القلوب والعيون صاحب والضمائر صاحب. أسأل الله سبحانه. نسأل الله العفو. إخوتي الأعزاء نبهنا ونبهنا الغرب ونبهنا كل الدول بصفتي أنا عضوا في اللجنة الليبية في الأمم المتحدة لمكافحة تنظيم القاعدة. وأنا حضرت